إخواني الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم قناة الطيور. فيديو نهار اليوم تحت عنوان تزوج طائر السمان، مع تقديم بعض المعلومات بالنسبة للتزوج والنضوج الجنسي عند الطائر بالنسبة للذكر وللأنثى. كما أنتم تشاهدون هنا، الذكر هنا يقوم بتلقيح الأنثى. أول شيء يقوم به الذكر هو مطاردة الأنثى ثم إمساكها من رأسها كما أنتم تشاهدون هنا من أجل التثبيت. وعندما يقوم بتثبيتها يقوم بعملية التلقيح لتكون ناجحة 100%. ونتيجة ذلك الحصول على بيضة مخصبة. انظروا هنا كيف يقوم بتثبيتها ثم يقوم بعملية التزاوج. بالنسبة لطائر السمان، يصبح الذكر ناضج ويقوم بعملية التزاوج عندما يصير عمره 60 يوما. هنا يستطيع التلقيح 100%. أما الأنثى فعند بلوغها 45 يوما تصبح قادرة على وضع بيوض مخصبة عندما يقوم الطائر أو ذكر السمان بتلقيحها. هنا كما أنتم تشاهدون أمامكم، طائر السمان يقوم بشرب الماء. في الفيديوهات المستقبلية إن شاء الله سنقوم بوضع سلسلة عن تربية السمان في البيت. بالنسبة للمتابعين والمشاهدين، نريد معرفة أي شيء على هذا الطائر وكيفية التربية أو أي شيء بالنسبة لهذا الطائر. أتمنى أن يشاركنا ذلك في تعليق، وكل أسئلتكم سنقوم بالجواب عليها إن شاء الله. أريد أن أنبه هنا لشيء ما بالنسبة للتزوج. الكثير من المبتدئين في تربية السمان عندما يرى رأس الأنثى منزوع الريش مع قليلا من مؤخرة ظهرها، يعتقد أنها حالة مرضية أو القلش عند هذا الطائر، أي تساقط ريشه، بينما هذا خطأ فادح. الأنثى عندما نجد أن فوق رأسها لا يوجد ريش وفي آخر ظهرها، نعلم بأنها كانت تقوم بالتزوج وبكثرة التزوج مع الذكر، مما يفقدها ذلك الشعر، لأن الذكر قلنا في بداية الفيديو وشاهدنا بأنفسنا أنه يقوم بإمساكها كما أنتم تشاهدون هنا الآن أمامكم.
يقوم بإمساكها من رأسها من أجل التثبيت، ثم يقوم بعملية التلقيح. أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم وتكونوا استفدتم منه ولو بقليل. من يشاهد هذا الفيديو فضلا وليس أمرا اشترك معنا في القناة وفعل زر الإشعارات ليصلك كل جديد. نحن في انتظار جميع أسئلتكم للإجابة عنها في فيديوهاتنا وعن طريق الرد بتعليق. لا تنسوا دعمنا بلايك لهذا المقطع. أتمنى أن تكونوا استفدتم من الفيديو ولو بقليل. أراكم في فيديوهات لاحقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.